بتعملي ايه يا ليلى؟ اصل فتحيه بتاعت عزبه الصفيح وكارما بتاعت فرح الجونه عندهم بروفيت ميك اب على فرحهم ومحتاجين رايي، فانا هصور اهو وابعت لهم. الو؟ ايوه يا مي، ايه اللي حصل؟ كارما حبيبتي عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، حاسه انه هيليق عليكي جدا وسيمبل قوي زي ما طلبتي. مبروك. فتحيه يا قمر، عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، وري لك وفير نوجا وهو هيعمله لك بالظبط، وحطيت لك الاي شادو الازرق في اخضر السيمبل اللي انت عايزاه، هتحسي انك مش حاطه حاجه خالص. ليلى تعالي يا سالم، عندي خبر مش تمام خالص. خير؟ اماني كلمتني دلوقتي بتقولي ان فرحها هي وهنتلغى ومفيش امل يرجعوا تاني خالص. يا نهار اسود، دي كارثه. طب ايه؟ اسمعي، اوعي تبلغي اداره الاوتيل ان الفرح اتلغى لحد ما اشوف انا هتصرف ازاي. قاعد انت وسط الخضره وزقزقت العصافير، كفايه سعاده بقى. ايطاليا تناديك، شد حيلك وتعالى عشان تزقزق معانا. والله ده انا مستني اللحظه دي علشان اجي هوهو حتى عندك. بص، بيرلا قريبه مراتي جايه لنا علشان هي بتشتغل في المديتيشن وبتشتغل كمان في الطاقه، فهي عايزه تعمل مشروع كبير جدا عن استخدام الطاقه في العلاج في شرم الشيخ. المهم خلصت الحجوزات. بس بقول لك ايه، انا مشغول جدا فمش هقدر ابقى معاها خالص. ها؟ مش لما متفقين بس من الاول كده؟ ميو فيليو نوجا، دي بقى يا سيدي بيرلا اللي كلمتك عنها، الطاقة. ها؟ ده انا هديها كل طاقتي. مالتو بيلو! كبنا الى الله. دي مالتو بيلو خالص. سلام سلام. طن كيلو لب اسمر، كورة الراكت. نسيت ايه يا هاني؟ كتبت ليفه؟ لا نسيت. حد ينسى ليفه؟ كويس ان انا جيت قبل الليفه. اكتب ليفه يا عم. اكتب بقى الحزام البني المجدول. حزام البني؟ بس انا ما عنديش حزام بني مجدول. ايوه بس هو بيبقى لاقي عشرة الاصفر. اكتب بس، اكتب حزام بني مجدول. بس برضه يعني انا مش عارف، حاسس انك انت لو سافرت لوحدك هتتنكد قوي قوي. طب اعمل ايه؟ ده انت اللي شجعتني، ده انا كنت خلاص كتبت الليسته. ايه يا عم وريني الليسته فيها ايه؟ صن بلوك؟ طب هتدهن صن بلوك لوحدك؟ ده اذا طولت ظهرك اصلا. ايوه فعلا، انت عرفت ازاي؟ ده انا ما بطولش ضهري وانا بستحمى. طب شفتي بقى، نشطب الليفه بقى، ملهاش لازمه. عرق وبتاع ومش هتستحمى اصلا. ها نضاره